مثقلا بآلام النزوح وما آل إليه مسكنه المتواضع، يقلب أبو أحمد مع أطفاله بقايا أمتعته المحترقة بعدما حولت النيران خيمته إلى رماد، لعل الحظ يحالفه بثوب أو حذاء أو متاع قد سلم من لهيب الحريق. إعاقة دائمة بإحدى قدميه ومرض مزمن ألم بزوجته أضعف رب الأسرة عن القيام بواجباته أمام أطفاله السبعة والذين باتوا بالعراء بعد فقدان مسكنهم. طبعا هي الحرق نتيجة البطارية انفجرت وبهالشوب يعني صار مثل بنزين، البراكية كلها مثل بنزين. الحمد لله طلعوا الأولاد سالمين وما تبقى كله صار رماد، شوفت عينك. وجه يعني رسالة للمسؤولين الكبار، يعني ليمت يعني مضل طول العمر بالبراكيات وبعدين ما في حل لهالشي، صارنا 10 سنين. هنا تقطن عائلة أخرى في ذات المخيم، استقرت بهذه الخيمة التي خيطت من أقمشة مهترئة بعدما التهمت النيران خيمتهم في حريق مماثل قبل أسبوعين. اندلاع النيران هذا الصيف في مخيمات النزوح هو الأكثر مقارنة بالسنوات الماضية، وتسبب بوفاة 3 أطفال حرقا قبل أسبوع. أسبابها انفجار البطاريات المنزلية المستخدمة للإنارة أو اسطوانات الغاز نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بسبب افتقاد الخيام لعوازل تخفف من حر الشمس. عندنا الخيام من الشوب مهترية من شدة الحماوة، الشوب يعني ما نقدر نقعد بيها، والأطفال عندنا أطفال صغار والله العظيم يمرضون كل نهار، أنه مرضان طفل يعني لاقونا شغلة نتقاوى بيها، عمرونا حيط والله ملينا، رجعونا على بلادنا يا حجي، ما ريت شي، رجعونا على بلادنا. رغم حرارة الصيف الذي لم ينتهي بعد، هواجس تؤرق النازحين من الشتاء القادم، فالفيضانات التي اجتاحت المخيمات العام الفائت تثير المخاوف من هجوم مفاجئ للشتاء هذا العام، ويأمل النازحون بتعبيد الطرقات داخل المخيم وحوله وتبديل الخيام المهترئة بأخرى جديدة ربما تساعدهم على مقاومة قسوة الشتاء. تتنوع أشكال المعاناة التي يعيشها النازحون مع تقلبات فصول السنة، حيث فقدت عشرات العوائل النازحة أمتعتها خلال هذا الصيف بعدما اندلعت النيران في خيامها، وسط عجز النازحين عن الانتقال لمساكن إسمنتية. من داخل مخيم البر بريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم.